الحديث الثامن حديث كسديدية مروي وحل ور عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال رسولك وغيري أمرت وحل أمري أن أقاتل الناس ضدك إن لا تغلموا حتى يشدوا إنتي كقريان ألا إله مثل عابد حق حق صلاحين إلا الله الله ما هني وأن محمد النبي محمدنا رسول الله رسولك إلهي إنو ياه إنتي كقريان ويقيم الصلاة صلاة إنتي كأوغيان ويؤتوا زكاة زكاة إنتي كبحينيان فإذا فعلوا مركي سميان ذلك كاس لصور شيغي عصموا مني وإغا إلاليين دماءهم بيال كودة وأموالهم مليال كودة إلا بحق الإسلام إسلام كحق سماهن وحسابهم حساب تودنا على الله اللدوشي سيهاتي تعالى الله واصر رياه رواه البخاري ومسلم حديث كنورية حديث كوحل ورابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وغيري أمرت وحلي أمر رسولك وعبد المأمور وعضون إلهي الله أمره إبا مرتين والله سبحانه وتعالى أمرت وحلي أمر فاعلك والإسكحة محايلة والله قرانا إبك لأني سمابك أمري وحا أمري وان الله سبحانه وتعالى أمرت وحلي أمري أن أقاتل الناس ضدك إن الله دقالما حديث كان سيدويري دقيق الإيه وقاعدة من قواعد الدين حديث وين وقاعدة قواعد الدين تكمد ويا آنس بن مالك نوو وريا حديث كان رواية سميت كمد آه ولفظي كان حوغا كدو لكن حوغا كبيرات ووحاوا لفظي آنس ووريا وحاوين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا قبلتنا وين وجهت وأن يأكلوا ذبيحتنا أين عنان حولها مسلمين تقلين تترى ضدك مسلمين تحولها يقلين عنما كدين متين وأين أنت مسلمين تحولها يقلين تاسو ما بمحمد الله صلى الله عليه وسلم وأن يصلوا صلاتنا صلاة دين وين تكذان قبلتنا وين وجهت تعطي ملك لتكذان وإبن فإذا فعلوا ذلك حرمت وحا حرام كان قن يدير النبي علينا كركن دماءهم بيالكوده واموالهم مليالكوده الا بحقها اللهم وحا اسغنا يدير النبي ما للمسلمين مسلمين حق اليه وعليهم وحنا كو واجب ما على المسلمين وحي المسلمين تكو واجب انا واجب لكم روايه كلا وحا كسغناداي او صحيح المسلم كطال من روايه ابي هريره ايضنا من روايه ابي هريره حتى يشهد ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به وانا مهم رواية صحيح المسلم ويؤمنوا الى اي كرمين ايام بي انا النبي محمد وبما جئت به يدين تعلقين مركا حديث كاسا اتمع نبض اكل منها وحي تهي وحال الله امره دادك انا لدك اللهم الى اي الهي كرغيس الى ذا وقلان ايام انا اي نبي نبا اي كرمين ايام دمان دين تعلقين انا اي وضا كرمين ايام سيلا ترتي ذا هال حرف oo quraanka kamida asagoo og qofku inuu quraan yahay haduu diido bi ijmaac muslimiina wa kaf ta quraanka dhaw oo gooni inta kale hal xaraf oo quraanka kamida alif laam uu leeyahay quraan ma waan ogeyn inuu quraan teedo kaafir billahi alazim wayalani laakiin ma maqofkan shanta salaado tukanayo soomaayo sakeynayo quraankii baa asagii akhraaya hadde alif laam kali uu diiday la dhima alif laam haduu diido khalas ugu dhanto gaalnimo waa ku dhanto مرك حتى يؤمنوا بي وبما جئت به الى اي اجر رومين ايام انيغا يا ضمان دين تن لا يدور النبي صلى الله عليه وسلم ان سيده استرت الحديث كان حديث كان دليشدي ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مرك لا دغالما يا ددكي مانع زكاتك ما بقى نصوب صلى الله عليه وسلم مرك لا اوفسبي او ابو بكر الصديق خليفك لا دغاي او عربتي ددك ميدو غالوبين ayaa gabal kamidu sakadi diide ayagoo gaaloobi waliba taweel oo waxa jira nabiga markuu joogay sakada markaa u dhigno waa noodu ay jir hadda nabiga waa dhin sakada asagay gaaf u helay ilaade kadib uu dhamaatay sakada salaad iyo wixii kale na diyaar aan lahayn islaamnimada ka Abu Bakar Siddiq waa go'aansaday inuu la dagaalamo Umar ibn Khattab ku qabsaday wuxuu yiri kayfa tuqatilu an-nas waqad qalu la ilaha illa allah وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أبو بكر سورة دقال لمن تتكام سورة دقال لمن
ايغو لا اله الا الله يري نبي نو يري دغالك وخا لا امر انت ددك لا اله الا الله كليه سو كو لا اله الا الله يري ما كتشوفت ابو بكر و هو يري ان الزكاه حق المال الا بحق الاسلام سو كو جيرتو حق الاسلام كي كميت الزكاه سكد و كميت مركاسو دارتي والله لو منعوني عناقا وحرها ديدان وفي روايه عقالا ضرب خطي دبركيس ratiga xariga labada lugood looga xiray waxa xaqab ma ama baba ratiga midka lugaha looga xiray labada lugood hore xariga looga xiray oo tan soo saaray arare ratiga isdeerkiisa haday diidan oo ay nabiga uu ogolaayeen oo waqtiga nabiga ay digi jireen day yiraahdaan Abu Bakar waqtigaaga aan bixinayna dabarkaas waa joojin wallahi waa kula dagaalama ilaahay soo diidan dabarka مدينتي على كلام نقصان أنا أقول نو أقيم قيم لوجه تجا مايا ده ما يدا تصوير مركا واحد كسته الدين تنا بقول لي بدو إن الله فهمه وين الله فهمه العلم جا قبل كذا واحد رأي الناس واحد لقى قابنا واحد لقى قابنا دجال كاسلات دجال لما يودد ككت تجي الدين تواح كميت لما مثلا أنا فرق يا ولد حيد هرنا وأوشكم بين القتل والمقاتلة إن الله دجال لما إيا إلا الدلو فقيا ونحي قف واحد كنا شرعه وصنع أمرين إلا الدلو لكنه أمر إلا ندق الله مثلا فيري وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبقي حتى تفي إلى أمر الله دل بك وحوظ مسلم إسدلان ويدق اللمان هشيسية هذه كوح كمده أي ديدو هشيسكي كوح لأصلاة دق اللمان إلا أي إصلاح أقولان إياه لا يما دغالا لو قادا حتى يرا دا ورو اقوم ما لا دين لكن قفك الدين لا يرا هدو هل الدين كانت برك لو دغا كوا لا سين مركا قتل غايدي سو ان مدخ لا جرو اي نفخ لا سار قتل قتال ما غايدي سو حقي وين لا سو دخيو حقي او ديدنا اول وين لا سو دخيو مركا فرق غاسا او دخي وي دي كرتا قتال كاسي واحد او غدنت انت لا دغالما لكن غايده waxay tahay munkar in laga suuliyo ama macruuf ay diideen laga la amar siiyo aan marka qof kasta oo diire waajib waajibaadka shariicada kamid ama se leeyimaada muharram muharramaatka kamid shay haram oo dhahir ah u leeyim waxa ka tagi diid ama waajib waajibaadka shariicada kamid u ka tagi waana la imaadi لما الله كلا قابا إني كوحيه إيوه إنو فردية كوح إصباحي ساتو إسقاشان بورستي هديه أو إيرا هذا أنه سكر مؤقلين أما أنه صلاة مؤقلين أما وحي لين أنه سكر صلاة مؤقلنا لكن صوم من وإسقاشان بورستين كوح باس إمام كمسلمين تماهن شعب كفرد فرد إمام كمسلمين تواجه وحاكو أي نولدك اللهم إلا حقص أقلابان أما حاران تصعي كتاقان ويجب يكون لكن هدو فردي يهي فردي قوالا سوقبانا محكمة الإسلام كان لقينا وثن مذيها لمرسينا لا لدك اللهم إلا هم ما يستعيد أنا ما يستعيد مثلا صنك يديد كوحنا هديه وي صنك يديد دقالا وكو قادة إمامك ويجب يكون شعب كان ويجب وحكوين يكون أبيعا ويقو كالمية سكاد يديد وكذلك حكم الاسلام في ديده انا كتاب كتبت ما نحيران لين هي قبيل كيغا ميش ديغانكا شرعنا ما نولايه ولي شرعنا ما نولايه تي يرادان وا باغاله شرع هو فيعن لكن حيران كو سكن ما هدي يرادان كادلين شرع ما نولايه تي يرادان كفار وي مكاس شك ما مال لكن تي يرادان شرع غا فيعن انا وا قلدنا لكن غلط كيغنا ينت كو سكن وا دد فاسقين هم مسلمين واج وحا دغال انو قاد الى اي اوغلادان وحي يا وحوي ما شرع اي وسو خرو تغا في مركا سلاسة واجبة لكن هدو فرد يهي مثلا او انتا قريقا فريسي رانو ادي ماي محكمات دا قفة حقو يا شاي انتا لو سواق بتاع محكمات دا لسوء تاقا على ايه كاك قربا احنا لدين من فيه انفقو دي حي سانكو كان هدو كوح يري ران انا بسوم من بقال الوقابة لكن هدو فرد يهي رسوم من حبسي على قيدا انتا دي عبتان كانوا لقيت شوشينا الا هو اما كاتني مانا اما سانكو قلانا قسم ابو سومه لله ده بري سومه ديده حبسي على ديقه ميد اجر لاو سومه ميد سن اجر كل حين او غاجه كليا لسومينه مركه ده سغا دنا او غلاني
marka halala dagaalamo iyo hala dirisa safarka ugu dhaxeeya ilmadu waxay leedahay marka qitaalkaas waa waajib oo laga dagaalamayo koox kasto ka tagta waajib waajibaadka kamida ama la timaada xaraam xaramaadka kamida in waajib yahayna waxa uu daliilay sida maxamed saalix xuseymiin qeybkiis bay baraarujiyeen shay waxa lagu banaystay xaraam ilaa hala dagaalamo hadii la yiraahdo naf iyo maal la baabiyo inay mugt asalna nafta iyo maalku waa xaraam in la baabiyo qofka naftiisu xaraam awl yahay halala dagaalama yiri waa la banaystay shay sunnaa laguma banaysan karo xaraam halkaas mas'alu ka dhirin dhiriyey sheekh maxamed saalix xuseymiin sharax waa maxay mas'aladaas gudniinku waa waajib sunnaa ma gabdhaha in la gudaa waa waajib wiilasha in la gudaa waa waajib gaaladan gudnay waa shicaar muslim iyo gaala lagu kala saaro hay-adaha shayaadiinta dhagaysanina idaacadaha u ololeeyaha dhagaysanina gudniinku waa waajib sunnaa ma aha gaashaan bur gaalo iyo gaala raac ah u ololeynayba arrintaas waxa weeyaan inju oo yaho biil ka qaata iyo gaalo way ololahaas waa xaaraan in arrintaas la deeca waa calaamad muslim iyo gaal kala saarta gudniinku waa calaamad muslim iyo gaal kala saarta waynad ogaato waana waajib halkay daliil uga tahay waxay daliil uga tahay qofkan ag in laga gooyo ama uu asagu iska jara xaaraan wey adigu hilibkaaga ma jari karto qiyaar weli ma dhigaan fartan ana iskala waa jarana xaaraan wey caasiya tadajar iligaan anigu iska tuura ma dhigan mali jirkaaga inaadan lahayn daliil walidaa sidaas dareeddeeda dhiiggaaga ma gadi karti waa xaaraan isbitaalkan tad tabto inaad tiraahdo dhiiggayga lama hele markaan saddex bilood joogu soo galaba waa gadaa xaaraan wey madaa iskale seed ku gabe xaaraan wey alcilmi saasi fadwado fartan ma jari karti qof naftu ka dhacay walaalkaa dhiigga uu suli karta waa daruuro ila xaaraanta u banaanta daruurada soo ma adigu ma gada karti adigu ma gada karti sidaas darteed fartan ma jari karti waa xaaraan soo ma maxaana la amray qofka gudidda in cag laga gooyo soo ma shay marka sunnaa laguma banaysteen xaaraan ilaa cagka in la gooya asal xaaraam ah ee waxaa loo baneeyay gudniinka waajiba oo laga tegi karin ka war salaam meeshu ka soo saara iyadoo haddee dilacad cad uu leeyay gudniin oo xadiis bukhaari muslim uu leeyay yaa nabiyullaahi ibraahim soo ilaahay nama amri inaan ku dayanno nabi ibraahim asagoo 80 sano jiruu isguday oo gudin isku guday nabigeenana waxaa la amray raac ani tabic millata ibraahima xaniifa bukhaari muslim ku taala inuu isguday nabigeenana waa la amray ibraahim raac annagana nabigeena inaan raacnaa ma la amray soo ma axaadiis tira badan leh xadiidka saxiixa idal taqal khitaanaani labada gudniin markay kulmaan gabar gudan iyo wiil gudan ay isguursanaan mid buur iyo qaba kuma jiro dayba muslimiin yihiin day muslimiin bay yihiin idal taqal khitaanaani laba gudniin waa inay kulmaan ee mid gudan iyo mid buur iyo qaba maya haddaan mid gaalo ahayn iyadoo mid gaalo yihiin goormay isguursan karaan ma markay gabadh ahlu kitaabta bis mar kale ma jirto waa gabadha hadday ahlu kitaab tahay haa waa dhici karta inaysan gudnay waan iskuursan karaa markaas dii shuruudii la helo ama laba muslim sheegay inoon gudnay maya marka masaladaasna halkaasay ahlu cilmigu ka qaateen umirtu waxaa lay amru yiri nabiga sallallahu calayhi wasalam an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa yashaduu intay ka qirayaan allaa ilaaha mid la caabuda xaqun xaq inuusan ahayn ila allahu allahuma ahane wa ana muxamedan nabi muxamedana rasuulullahi rasuulkii alle inuu yahay intay ka qirayaan wa yuqiimu salaata salaaday ka oogayaan wa yuutu zakaata zakada ay siinayaan oo ay zakadiina iska bixinayaan marka acmaashaas daahirka waa inay la yimaadaan ilaa ay acmaashaas daahirka la imaanayaan waa waajib la dagaalamo een waxa weeye laakiin xadiidka waa caamun yuraadu bihi lkhusuus waa caam laakiin khaasa loola jeeda oo waxay tahay horta annaasada waxaa loola jeedaa gaalada annaasada halkan lagu sheegayo gaaladaa loola jeeda gaaladaa loola jeeda annaasa dadka inaan la dagaalamo la leeyahay waa gaalada kow waa baraarujiye ibnu daqiiqu lciid weliba sida ahlu awfaanka iyo mushrikiinta loola jeeda haddii qofku marka horuu gaalka ahaa uu dhihi jiray laa ilaaha ila allah sida yahuudii oo kale iyo nasaaradii oo kale maalan haddii laga helo dad dhaha laa ilaaha ila allah oo diidanaa maxamed rasuulullah
كو إسلام ما لا إله إلا هو ديرة الأول وقال ما دي سكوت إحدى يجري وعين وحي وديدنا كو ضرف وهدو محمد رسول الله ديدنا أياني وينو كو ضرف لكن أول هدوسا لا إله إلا الله ديه يجري أولي إسماني هنا قال وقال لا إله إلا هو أقبلين ما كان يسوري لا إله إلا الله ومسلم خلاص محمد رسول الله إسكاك ضر على ليه كو ضر ما كو هدو مكان تيدا دواء قالوا مرتبط على ليه حتى لديه ما قالت سيان مرتبط على ليه محمد رسول الله دي حيث أسأل لا إله إلا الله هو كسه وقال إسلام ما دام أول ليه كريم هذه المسلم أها أوه الدوبي مثلا سيكون الدوبي نبي وعي أما الدين تعي إلا طف كان نبي عاية أما الدين تعي أما ملائك تعي كافر مرتدوي أو يهودا ينصارى ذاك قال لما بضا إذو الضهر ممالك مرضا إذنكو قسم معنى أسأل خياه الدين تعي الله إيه وعي قالوا يقف كشك يا قطر هذا هو آيات قرآن إنه قال قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم مركا هذو مركا كو قالوا بأسقهم توحيد سنية وتوكنية وشي دينتا كميدا كو ردو إسلام كو سو قال إنو كي كلافت وهي كو ردو وإنو كلافت دواتي كو إنكري إهد وإنو أقلاب حرام حلاشرة إهد وإنو حرام يودي أقلاب تي يو كو سو قال يو كو سو قال مركا ان قتالك غايه waxa loo dhigay hatta waa qaayiyo غايه waxa looga dhigay intaas intay kala iimaanayaan mas'ala marka muhiim ah ayaa meesha isku jirta mas'ala muhiim ah ayaa halka isku jirta salaama muhiimka waxay tahay sida uu yiri al-hafid ibn rajab al-hanbali wa min al-ma'lum bid-darura waxa daruura ahaan loo ogyahay oo hatta mas'ala qof kasto muslim inu ogyahay ay tahay ah أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط قف كستقو أي ماذا أوش إسلامي مات دونيا نبقو الشهادتين كو كأخبرك لا إله إلا الله محمد رسول الله دويرا مسلمها النبقو مات إيجرين وكمات دل بجرين دقيسو انتظام إينا كو شيئا وإينا صلاة دستكيدو وإينا تصوميدو وإينا سكيدو مات إيجرين شهادتين كبسو كأخبرك شهادتين كبس هدو يريهبه خلاص هو مسلم ولذا سترد ده أسامة بن زيد نكي قال كمركي هوري هاجري الصحابة بدن لايي مركو سيفتي كر قاري أو نكي يري لا إله إلا الله وابدل ما في وكو يمكن أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله من لا إله إلا الله ما كو يري كدب الدشي كيف تصنع باللا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ما حد كل سمي دونت لا إله إلا الله ما نقت يا ما خيكوتي ما حد كل أحد دونت لا إله إلا الله وقول الرسول كالله تعود ويب إنما قالها تعودا واسكون جنبناي خوفا من السلاح همكو كعب سناي مركز سورة فلا شققت قلبه قلبي يسحب الدلاء ويدي سيلو وجد تبرين وكعب سين كله ماذا يكو شيء إلا أن جا وحنا لكو أضن صدوان مه ظاهر قلبي جنا يا إسكله الله سلاس معناه الوح ويب مسلمين تواجب وحقوا إنه ظاهر كأقبلان ضدك ظاهر كقفك إسلامي ما طاي ولا كأقبلان هذي قلبي قصيدة وافق سيها إلهي أبتي سيكان فعل هذو قلبي قصيدة سكراف سيها إلهي أبتي سكوه لكن ظاهر كوين أضاك بشا ظاهر كوين لا أقبلان حديث كزمرك السلاس حدين إلوانا بسلام معلوم من الدين بالضرورة محال مكا حديث كان روح ولي صلاة انت كتو كريان أو يسكرة كبحين أيان أنا لطق الله مولي حديث كان سأل لكم جمعين على البداية سمسال الدلاء متواتر جاري دانا واحد تسأل لا إله إلا الله قتلية النبي أقبلي كريم صلى الله عليه وسلم وجمعيه حافظ ابن هجب الحنبلي معنى عدكو كجمعي وقل يري وحالو جمعينا لا إله إلا الله محمد رسول الله ضدك إسلام لماذا يكون سوى قليين سدها سنة لك أقبلها لكن مركا قفك إسلام لماذا يسو سقناته أو إسلام كسوغلو حدوس وأركان توين لبرا دين توين لبرا لا أقلام صلاة المكتب حدوس مركز إلى صلاة ينكتب قدي كوحي ولا تقلما حدوس فردي هنا طلع صوقة طلع محكمة بأيوب قال لي يتوكو دو ديدان ولا ديدان فرد دوي حدوس سكرة ديدان قدي كوحي ولا تقلما حدوس مدية هنا ولا محكمة بأينا كاسحون كي سلسينا مركز واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله إسلام كوه يسوه قلع لكن قفك مركو إسلام كصوت قال كجدال هدو واجب واجبات كظاهر كخطبه أما حرام محرمات كظاهر كأولي ما يدو ما بيقول ما أقول أكلي
ما دي تشري مرة دولا إلى الله ويروح ربع سكة صنعي ما دي تشري كم أكل أي تشري مركز وكل ده قلم كل ساعة كده بيه مستق مركز سداس أيام لو جم هنا ابن الدقيق العيد مسألة مهمة أي الضباط دقي واحد تهيئ ظاهر كا وحويان الدلالة واحد تصيدا وأنا مذهب كمحققين تأي الجماهير تسلف يا خلف فيه أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه هذه قفكو وإسلام لماذا قلبك كبقو أنصره ووح تردده كترين توحيد كنا واكونا واقع واكونا واقع وإن تاسا كوفي لنو مصر كوي ومذهب كأهل السنة سلف يقلف أي قبيل إن تاسا كوفي لنو وحيو الدين إياه وحيو الدين إياه متكلمين تو يرهدين واجب وحاكوا إنو برطو الدلال عقلقة الدلال عقلقة هو إنو برطو هذيك المسلم قبل تاسي الدين أهل السنة والجماعة تاس ما قبان الدلال عقلقة هو واجب كما أهن قفكي قفك واجب وحاكوا التوحيد كان ينقل وحاكوا حقين قلبك كجسميه أو سنكشة كسمين إن تاسا نكوفي لنو وانا خلط عدوي لقفك يري واجب يكوت الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.